السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، يعطيكم ألف عافية ورجعنا لكم من جديد. اليوم قاعدتنا الجديدة في اللغة الإنجليزية Yes or No Questions and Short Answers with B، يعني الأسئلة اللي إجاباتها رح تبدأ في Yes or No مع الأفعال المساعدة لـ B. هلأ أعزائي الطلبة، قبل ما نبلش بالقاعدة بدنا نستذكر الأشياء الأساسية اللي لازم نطبقها بهاي القاعدة وأخذناها مسبقاً، اللي هي الأفعال المساعدة لبي. شو هي الأفعال المساعدة لبي أعزائي الطلبة؟ الأم والإز والآر، أحسنتم، الأم والإز والآر. الأم والإز والآر. هلأ أعزائي الطلبة، كل واحدة منهم في هاي القاعدة رح يكون لها استخدام. هلأ الآر رح تستخدم مع الجماعة مثل ما حكينا سابقاً، اللي هي they والwe والyou، ومع الملكية اللي هي your وther للyour والther. بس هدول، وإذا استذكرنا كمان إشي بنحكي لاحقاً لما يجي نشرح عنها. هلأ الإز راح تستخدم للمفرد، راح تستخدم للمفرد، وبنفس الوقت راح تستخدم كمان للملكية، وسيرمز لها بالفاصلة الفوقية مع الأس. هلأ أعزائي الطلبة، أنت راح تسألوني يا مس، لا انت مخربطة، انت المرة الماضية حكيتي لنا انه الاس مع الفاصل الفوقية راح تيجي مع الضمير، ضمير المفرد. راح اقول لكم لا، كمان هي راح تستخدم مع ملكية المفرد، وراح نعرف هلا اكثر واكثر بالامثلة. الام حكينا راح تيجي بالطبع فقط مع اي. هلا اعزائي الطلبة، خلينا نشوف، نبلش بـ R. R على سبيل المثال، Are you free؟ هل أنت متفرغ؟ هلأ هو سألك أنت، فأنت رح تجاوب عن حالك بـ I، صح ولا لا؟ مش حكينا إنه بالمرة الماضية إنه لما نيجي بدنا نسأل، لما نيجي نجاوب عن حالنا بنحكي بـ I. هلأ بدي أحكي لكم عن شغلة مهمة كتير، مثل ما حكينا إنه دائماً في حالة السؤال الفعل المساعد بيسبق الضمير، الفعل المساعد بيسبق الضمير، لكن في حالة الإجابة رح ينقلب الوضع، رح يكون الضمير يسبق الفعل المساعد. Are you free؟ قاعد عم بسألك أنت، فأنا رح أجاوب عن حالي، رح أقول Yes I am، Yes I am، or طبعا ممكن أكمل الجملة وممكن ما أكملها، أنا حرة، أو ممكن no، طبعا أنا حرة وأنت حرين، يعني مش أنا لحالي اللي حرة. هلا no ممكن يكون I am، ممكن يكون no، فبحكي I am not. هلا not دائما تيجي في حالة النفي فقط، يعني لما أجي بدي أجاوب ب no بحكي not في نهاية الجملة. تمام أعزائي الطلبة، هلأ نأخذ كمان مثال. Are your، هلأ خلينا نأخذ على الملكية your. Are your classes interesting؟ بطلت أعرف أكتب حتى. Are your classes interesting؟ هلأ هو قاعد عم بسأل عن أنت، عن قاعد عم بسألك عن إشي أنت قاعد، عفواً، قاعد عم بسألك عن إشي أنت بتملكه، صح ولا لا؟ فأنت راح تجاوب عن الإشي اللي أنت بتملكه، ما بتجاوب عن حالك أنت، لا بتجاوب عن الإشي اللي أنت بتملكه. هلأ الإشي اللي بتملكه جمع، ليش؟ لأنه جمع أس، صح ولا لا؟
فأنا راح أجاوب عن الملكية أو أجاوب عن الإشي اللي أنا بملكه. هلأ هو الجمع، فأنا راح أستخدم they، راح أستخدم they، فراح أقول yes they are، أو راح أقول no they aren't. شوفوا كيف، خلينا نعيد. هلا هو قاعد عم بيسألك عن إشي أنت بتملكه، بتملك الحصص classes معناها حصص، قاعد عم بيسألك عن حصصك أنت، إنه هل حصصك ممتعة؟ فأنت راح تقول إنه نعم هم ممتعين أو هم مش ممتعين. فإذا أنت قلت هم ممتعين، they تستخدم لحكينا للجمع الغائب، سواء كان جماد أو حي، سواء كان جماد أو حي، يعني سواء كان حيوان، سواء كان أشخاص، سواء كان جماد، فبنستخدم they، صح ولا لا؟ فإحنا راح نستخدم they. ليش؟ لأنه الحصص جمع، فأنا راح أجاوب عن الحصص هم، فراح أحكي yes they are أو no they aren't، حسب إذا أنا بدي أثبت أو بدي أنفي. تمام أعزائي الطلبة، لحد هون وصلت. هلأ خلينا نيجي، أو خليني أعطيكم مثال على هاي تتوضح الفكرة لكم أكثر. Are your teachers professional؟ هل مدرسينكم محترفين أو على كفاءة؟ Are your teachers professional؟ هلا احنا شفنا كلمة your، your بتدل على الملكية، و teachers، teachers جمع، صح ولا لا؟ لأنه في s، فأنا بحكي yes yes، فأنا راح أجاوب عن مدرسيني إنهم هن نعم أكفاء أو هن نعم محترفين، فأنا راح أحكي yes they are أو no they aren't. هل خلينا ناخذ مثال برضو على your في حالة المفرد، عفوا هلا خلينا ناخذ على is. is لا خلينا عفوا ناخذ على you في حالة انه انا بدي اسألك او بدي اسأل الشخص نفسه، مش راح اسأل عن ملكيته. are you and Alexa in the same class؟ هل أنت و أليكسا في نفس الصف؟ هلا أنت قاعد عم بسألك أنت وأليكسا، قاعد عم بسألك أنت وأليكسا، فأنت رح تجاوب عنك وعن أليكسا. هلا and هون بتدل على الجمع، صح ولا لا؟ and هون بتدل على الجمع، فأنا طوالي لما أشوف and رح تخطر على بالي we. لإيش؟ لأنه الوي رح تستخدم، لأنه الوي تستخدم للجمع. are you and Alexa، and هون بتدل على جمع، فأنا رح أستخدم we، بحكي yes yes we are. ليش؟ لأنه الوي بتاخد are.
أو no, we aren't. تمام أعزائي الطلبة، هلأ راح أحكي عن is. راح أحكي عن is. هلأ is حكينا إنها بتستخدم لحالة، تستخدم لحالة المفرد وتستخدم لحالة الملكية. فأنا راح أجي بالأول على المفرد. هلأ أنا ما أجي بدي أسأل عن الشخص نفسه، لما أجي بدي أسأل عن الشخص نفسه. نأخذ مثال is or true. Or true from Mexico. هو سأل عن أوترو، هل هو من مكسيكو؟ فأنا راح أجاوب عن أوترو. هلا أوترو مفرد وبنفس الوقت مذكر، صح ولا لا؟ فالمذكر أنا راح أستخدم له هي، فبحكي yes he is أو no he isn't أو yes otro is أو no otro isn't. يعني بالامتحان لما يكون جايب لك بين الخيارات بدل otro حاطت هي، يعني عفوا يكون جايب لك بالخيارات هي وشي وات، طوالي أنا بدي أعرف إنه لازم أحط هي. ممكن إنه ما يكون حاط لك الاسم، ممكن يكون حاط لك بين الخيارات ضمائر بتستعيض عن هذا الاسم. فأنا دغري بدي أعرف إنه أوترو بحكي عن مذكر، والمذكر بستخدم له هي. تمام أعزائي الطلبة، ممكن أحكي is سارة a student، هل سارة طالبة؟ هلا سارة مؤنث، والمؤنث بستخدم له شي، وسارة أصلا مفرد، فأنا راح أستخدم is. فبحكي yes she is، yes she is، أو no she isn't. هلا بدنا نحكي على الملكية، بدنا نحكي على الملكية. is Alexa's، هاي هي اللي أنا راح أشرح لكم إياها واللي متفاجئين فيها. أنا راح أخليكم هلأ مش متفاجئين، وراح تكون الأمور طبيعية، وراح تميزوا ما بينها وبين الأس اللي بتيجي مع الضمير. Is Alexa's class in the morning؟ هلأ أعزائي الطلبة لما تشوفوا الأس مع الفاصل الفوقية مرفقة بالاسم، باسمها مرفقة باسم، طوالي بعرف إنها هاي ملكية. لكن لما أشوفها مرفقة بضمير بعرف إنها هي هاي للمفرد مش للملكية. خليني أكتب لكم إياها على جنب عشان تقدروا تفرقوا ما بينهم. شو رأيكم أكتب لكم إياهم هون أحسن؟ هلأ is هاي دائماً الأس مع الفاصل الفوقية إذا ارتفقت مع الضمير، سواء she أو he أو it، تستخدم على طول، بعرف إنها تستخدم للمفرد من غير ملكية. لكن إذا
ارتفقت. الأس مع الفاصل الفوقي مع الاسم والاسم معلوم طوالي، أنا بعرف إنه تستخدم لملكية المفرد، لملكية المفرد فقط وليس المفرد والجمع، المفرد فقط. تمام أعزائي الطلبة، هلأ خلينا نشوف كيف راح يكون الجواب. خليني أكتب لكم إياه المثال هون كمان مرة. Is Alexa's class in the morning? شو بدي يصير معنا الجملة؟ هل حصت أليكسا في الصباح؟ يعني إشي بتملكه أليكسا وهو الحصة. الحصة أعزائي الطلبة مفرد صح ولا لا؟ والحصة جماد، فأنا رح أجاوب عن الحصة، رح أجاوب عن الحصها مش عن أليكسا. ليش؟ لأنه إشي بتملكه أليكسا، فأنا رح أجاوب عن الملكية. رح أجاوب عن الحصة بقول yes it is or no it isn't. It isn't. خلينا نشوف كمان مثال. is آيز is Aya's languages أو language fluently. هل لغة Aya طليقة؟ شوفوا كيف إنه شفنا S مع الفاصل الفوقية مرفقة بالاسم دغري. أنا رح يخطر عبالي إنه هنا في ملكية. هلأ language، هلأ language هي الملكية أو اللي بتملكها آية. language مفرد، ليش؟ لأنه ما إجا معها S. حكينا إنه لما يكون معها S بنعرف إنها هي جمع، لكن هنا ما إجا معها S إذن هي مفرد. فأنا راح أجاوب عن اللغة، واللغة جماد ومفرد. بحكي yes it isn't أو no، لا عفوا yes it is، عفوا بعتذر جدا على الغلط، أو no it isn't. تمام أعزائي الطلبة، أعزائي الطلبة أنا نسيت ألفت نظركم لما نيجي بدنا نسأل عن are. خلاص تمام انشرحت، شرحت لكم اياها. فكرت اني انا ما شرحت عن لما اجي بدي اسالك انت شخصيا مش عن ملكيتك، لا انا شرحت لكم اياها اول مثال اللي هو هذا. فخلاص اذا الامور تمام، ويعطيكم الف عافيه جميعا، وبتمنى انكم استفدتوا، وان شاء الله بتكون الامور كلها على خير وموفقين ان شاء الله.